السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض هريسة. الهريسة دي اللي هي اللي عبارة عن فلفل أحمر زي ما انتم شايفين كده، وعليه شوية حاجات هنضيفهم. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. معانا الفلفل الأحمر، بنجيبه نغسله ونقطعه كده زي ما انتم شايفين، ونحطه في الكبة. كده احنا حطينا الفلفل في الكبة، خليته بقى كده. حبايبي احنا خلصنا اهو الكبة. كده انا نزلتها اهو في الطبق. انا طبعا بخلطها لوحدها، مفيش بحطش عليها اي حاجة دلوقتي، بخلطها الاول كده. حبايبي بقى ايه، كل حاجة جاهزة معايا. انا دلوقتي الفلفل الرومي الاحمر انا كده عملته، خلاص خلطته زي ما انتم شايفين. عايزه بقى احط عليه مكونات. احط عليه ثوم، انا عامله كيلو فلفل احمر، عليه راسين ثوم، وعليه نص كوبايه خل، وكوبايه ليمون، ومعايا الفلفل الاسمر والكمون والشطه والملح. تعالوا بقى نحط ايه كده. هنبدأ ننزل الثوم، بسم الله. ونقلبه كله في بعضه. بعد كده بقى هنزل بالخل والليمون. كده انا هحتاج بولة اكبر شوية، هفضيها في بولة وارجع لكم. كده بقى اكمل الليمون اهو، ومعايا الكمون. بس الكمون الافضل نحطه بالمعلقة. كده معلقة كمون، وهحط فلفل اسمر. معلقة مليانة، وهحط شطة. الشطة اهي حوالي برضو معلقة. اللي مش عايز يحط شطة خالص ما يحطش، بس انا بحبها تبقى مشطشطة شوية. وهنزل بالملح، طبعا الملح زي ما انت عاوزة. حابة تزودي كمون براحتك، حابة تزودي فلفل براحتك. انا كده دول مقادير الكيلو، كيلو فلفل. ده بقى ممكن اي اكلة تحطي جنبها طبق منه كده يتاكل كده مع اي اكلة. ممكن تعمليه للسمك، تغطية السمك. ممكن تعمليه للبتنجان برضو ينفع. ممكن تحطيه على البامية، اي حاجه بقى مسقعه، اي حاجه عايزه تحطي عليها. بس بصراحه هو تحفه جدا لما بيتاكل برضو كده مع الاكل، تبقى جميله جدا. جربوها وان شاء الله تعجبكم. وان شاء الله في فيديو جديد مع اكلك مشي اليوم.